بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي، يسعدني لقياكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية. اليوم سنرى مادة الصرف التحويل. Aujourd'hui nous allons voir la conjugaison, surtout le présent des verbes en ayer, ouiller, voyer. Nous sommes là. تصريف الأفعال التي تنتهي أو التي يوجد في آخرها أي وي وي. إذن قبل أن نشرع في الدرس، لا بأس إخواني أن أطلب منكم الاشتراك في قناتي ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم والضغط على زر لايك إن أعجبكم. إذن في البداية سوف نرى مجموعة من الجمل التي تتضمن الظاهرة، ثم ننتقل إلى استخلاص القاعدة. بعد ذلك إخواني سنرى برنامج من تصريف بعض الأفعال الشيء هنا، ثم بعد ذلك سننتقل إلى تمارين تطبيقية سوف نجيزها معا إن شاء الله. إذن إخواني أخواتي، على بركة الله ننتقل. إذن في البداية سنقرأ هذه الجمل. أحمد envoie une lettre à son père. Les élèves ennuient leur professeur. Il paye avec une carte. إذن الجملة الأولى، أحمد envoie une lettre à son père. أحمد هو الفاعل، الفعل هو envoie. أحمد يرسل، يرسل أحمد. أحمد envoie، هذا الفعل هو الأصل هو le verbe envoyer. إذن les élèves ennuient leur professeur. Les élèves ennuient leur professeur. Ennui, c'est le verbe ennuyer. Les élèves, leur professeur. Il paye avec une carte. Le verbe payer, envoyer. عندما يصرف في المضارع في البريزون فإنه في ضمائر المفرد أنه نغير Y ب I مثل هنا il envoie أحمد envoie. نفس الشيء بالنسبة للزلاف يعني الضمير الثالث في الجمع نفس الشيء نقوم بتغيير Y ب I. أما الفيرب payer فإنه يجوز فيه الوجهان. إذا ننتقل إلى القاعدة. Je retiens. Au présent de l'indicatif, في المضارع, les verbes comme مثل les verbes أفعل مثل envoyer أرسل, employer استخدم, ennuyer أزعج, payer يعني أدى أو يؤدي, essuyer ما أزح, rayer transforme le Y en I au droit personne du singulier. أي أن هذه الأفعال التي تنتهي ب voyer أو ouiller أو أي فإنها في ضمائر المفرد فإن Y نقوم بتغييره ب إي. سنرى النماذج إن شاء الله في نماذج لبعض الأفعال في اللاحق. إذن في الضمائر الثلاثة جو تي إي إيل، وكذلك في الضمير الثالث في الجمع إيل أو بيان إل دو بلوريال. بالنسبة لفيرب أون أي peuvent garder le Y à ces personnes. بالنسبة لأي فإنه يمكننا أن نحتفظ بالY عند التصريف. ويمكننا كذلك يجوز الوجهان، يمكننا كذلك أن نقوم بإزالته أو وتعويضه بإي. إذن سوف نرى النماذج. مثلا نتوي، قلنا في القاعدة أننا نغير Y هنا نغيره بإي في جو وتي وإل وإل. إذن أقول je nettoie أمسح tu nettoie il nettoie يمسح elle nettoie تمسح. إذن قلنا بتغيير Y هنا ب I. أما في الجمع قلنا فقط فإن هنا نقوم بتغييره ب I فقط في il و elle la troisième personne du pluriel. أما في nous و vous فإننا نحتفظ ب Y. إذن نفس الشيء هنا جي سوي غيرناه ب إي تي إسوي تمسح إل إسوي إل إسوي في المفرد
القانون بتاع إيجريك بي إي، ثم نضيف إليه خواتم تصريف المضارع ونجوت لترمينيزون دي بريزون دي لانديكاتيف. بالنسبة لي نو وفو فإننا نحتفظ بإيجريك، نو زوسويون فو زوسويي. أما بالنسبة للتروزيام بيرسون دي بلوريال فإننا كذلك نقوم بتغيير إيجريك بي إي، إل إسوي يمسحنا، يمسحونا، إل إسوي يمسحنا. الآن سنرى الأفعال التي تنتهي ب أي بي. مثلا هنا بي يجوز فيه الوجهان، يا إما نحتفظ ب Y جو بي تي بي إل بي إل بي نو بيون فو بي إل بي إل بي، أو نقوم بتغيير Y ب إي ونضيف إليه لترمينيزون أي خواتيم تصريف الأفعال في المضارع. Alors je paye, tu payes, il paye, elle paye. Nous payons, vous payez, elle paye, elle paye. Et donc, Ikhwani Akhawati, nous allons passer à Tamrin, je m'entraîne, choisis la bonne réponse. Et donc, nous allons nous dire il, le verbe appuyer. Qu'on a, fil qaïda, on a appuyé. Nous allons nous dire, nous allons nous dire, y, b, i, on a tout fait le smi, on a tout fait le e. إذن الجواب الصحيح هو هذا إل أبوي. إذن نقوم بتغيير اللون، هذا هو الجواب الصحيح. إذن بالنسبة لنو قلنا لدينا هنا الفيرب غايي، رأينا فيما مضى أن غايي يجوز فيه الوجهان كما نلاحظ هنا، يجوز الوجهان إما أن نضع إي أو ونحتفظ ب Y. إذن الجواب الصحيح هو هذا أو هذا. إذن سوف نأخذ هذا غيا، كذلك يجوز هذا. إذن بوي، إذن قلنا تي، إذن هنا كذلك نقوم بإزالة هذا Y ونعوضه ب إي. Tu bois. Vous essuyez. Vous essuyez. Le verbe essuyer. Fana kadalika. Fi vous. Fa inana. Nahtafidu bi. Y. Alors, vous essuyez. C'est le qaïda. Fa inna. Nous et vous. Nahtafidu bi. Y. Binisba li fi'al. Balayer. Fa huwa yantahi bi. Ayye. Fa inna hu yajuzu. Al wajhan. Idan. Naqulu il. Ya imma. Balay. أو بالي. إذن نأخذ هذا كنموذج. إذن هذا بالنسبة للتمرين الأول. إذن سننتقل إلى التمرين الثاني. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent. يعني صرف الأفعال في المضارع. إذن le concierge. إذن le concierge هو مفرد. هنا balayer. إذن بل يقولنا يجوز فيه الوجهان، فإننا فقط مباشرة نزول إيغ هكذا نقول بلي، أو نعوض إيغريغ بإي فيجوز الوجهان. نتوي فو نتوي، فإننا نقوم بالاحتفاظ بإيغريغ فنقول فو نتوي في الأخير الزيد. بالنسبة تي ennuie les enfants فإننا نقوم ب تغيير Y ب I هكذا ونضيف إليه لترمينيزون دي بريزون خواتيم. nous employons فإننا نحتفظ ب Y لأن في الضمائر نحن وفو أنتم أو أنتما نقول nous employons beaucoup d'ouvriers. Les baigneurs لدينا فعل ينتهي ب أي يجوز الوجهان. إما أنا سأترك هذا هكذا أقول essay ENT à la fin. Les baigneurs essayent de plonger. إذن انتقل إلى التمرين الأخير. نفس الشيء جو مونترين لي زونفون اسيي. قلنا ان
essayer ينتهي ب اي. اذا يجوز الوجهان، يا اما نضع نغير يغريك ب اي او نترك يغريك ونضيف خواتيم البريزون لي زونفون اسي. نفس الشيء عندنا هنا نو غاي لو نيميرو دو فيش، نفس الشيء صفاء بالنسبه لي اي. فاننا يمكن ان نستعمل الوجهين غير تي اونوي. تي هو ضمير في المفرد، اذا سوف نغير اي ب اي ب اي ونضيف اليه او اس خواتيم تي. اذا بالنسبه لي ابواي لو شيان ابوا يمكن تعويضه بضمير ايل ابوا، اذا هو في المفرد، اذا نغير اي ب اي و نضيف له E. Le chien aboie tout le temps. J'emploie des expressions à chercher. Idem, j'emploie. Idem, في الضمير je وهو مفرد، ضمير مفرد هو أنا متكلم. فإننا نقوم بتغيير Y في I ونضيف إليه E في الأخير. J'emploie des expressions recherchées. Nous essayons. إذن هنا يجوز الوجهان، يا إما نحتفظ ب Y وإما نغيره ب E. أعوده ب E، أنا أفضل أن أحتفظ ب Y لكي لا يكون هناك اختلاط مع الأفعال الأخرى. إذن vous ennuyez، إذن بالنسبة ل nous و vous فإننا نحتفظ دائما ب Y ونضيف خواتيم على خواتيم المضارع. فوزون وي تو لو موند بي انا بيي تي افيك تون ارجون. هل تؤدي بنقودك. اذا بيي تي، اذا هنا الفيرب بيي في ا ايغري او ار اي، فانه يجوز الوجهان. اذا انا ساترك هذا هكذا ثم اضيف عليه لتمدن بيي تي افيك تون ارجون. اذا أريد أن أشير إلى أنني هنا لم أقم بإزالة الأقواس، فقط لأقص هنا، وذلك لكي أربح الوقت فلا أطيل عليكم. إذن تمرين آخر من لي فيرب بارونتيز أو بريزون. فوز أنفوايي، إذن أنفوايي، إذن في نو وفو كذلك نقوم بالاحتفاظ بإيغريك. tu tutoyer tu هنا بالنسبة لتو راه ضمير في المفرد، نقوم بتغيير y ب i و e s tu tutoie tout le monde. il employé نفس الشيء في المفرد، نغير y ب i. vous essuyez، اذا نحتفظ ب y. vous essuyez هنا في الضمير vous ونو نحتفظ ب y. il envoyé نفس الشيء، نقوم بتغيير Y ونعوده ب E. il envoie c'est moi qui balaye le cours. balaye أنا يجوز الوجهان، أنا سأحتفظ ب Y c'est moi qui balaye la cour. إذن إلى هنا إخواني أخواتي انتهى درسي لهذا اليوم. أمل أن ينال إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في قناتي ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، ولا تنسوا كذلك الضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.